لسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا هنا في المعامل المختلفة في المتحف القومي للحضارة المصرية. المعامل هنا بتنقسم لنوعين، نوع زي ما احنا شفناه كده مع حضراتكم المعامل العلمية البحثية، وفي معامل تانية خاصة بترميم الآثار. احنا في معمل من المعامل اللي خاصة بترميم الآثار، وتحديدا في ترميم الأحجار الضخمة. خطوات كتيرة بتتم قبل ما حضرتك تشوف المشهد الأخير في عرض الفاترينا للقطع الأثرية. إيه المراحل اللي بتتم فيها تحديدا في المعامل اللي خاصة بترميم الأثار؟ ده اللي احنا هنعرفه أكتر مع الأستاذ محمد عبد الشافي، وهو مدير مركز الترميم والصيانة هنا في متحف القومي للحضارة المصرية. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف خير. أهلا بحضراتكم، وانتم مشرفين المعمل. عشان نوصل للمرحلة الأخيرة في عرض القطع الأثرية، في مراحل بتتم في الترميم، عايزين نعرفها أكتر مع حضرتك ونعرفها للسادة المشاهدين، وتحديدا هنا في الأحجار الضخمة إيه اللي بيحصل؟ من مراحل الترميم بنبدأها بمرحلة الدوكمنتيشن أو اللي هو التوثيق. في عندنا التوثيق الفوتوغرافي والتوثيق بالميكروسكوبات المختلفة، وإحنا عندنا المعامل بتاعتنا مجهزة بأحدث أجهزة الفحص والتحليل والترميم، وعندنا فريق الترميم يعني فريق على درجة كبيرة من الخبرة ومن العلم، إن هو يقدر يتعامل مع كافة أنواع الآثار الموجودة. طيب احنا عايزين مثلا نشرح المشهد اللي ورانا اللي بيحصل دلوقتي مع حضرتك. يعني طبعا اهلا وسهلا بحضرتك، والشغل طبعا باين جدا في ترميم ده، يعتبر الحجر ضخم اثري. نعم. ضخم، ايه اللي بيحصل فيه؟ يعني لو حضرتك تقول لنا الدكتور بيعمل ايه دلوقتي. هو احنا زي ما انا ما قلت لحضرتك، اول خطوه بنعملها في ترميم الاثار بنعمل لها التوثيق فوتوغرافي، بعد كده التوثيق بالميكروسكوبات المختلفه، بعد كده بنعمل لها عمليات فحص بالاجهزه المختلفه، ونبتدي بالميكانيكال كليننج او اللي هو التنظيف الميكانيكي اللي هو ما يضرش بالاثر. فاحنا بنستخدم تولز واجهزه مختلفه لوصول لدرجه معقوله بدون ما نضر بالاثر. انا مش عايزه اعطلك عن شغلك، يعني استمر فيه. شغلانتنا اساسا او شغله الترميم اساسا هو احنا بنحافظ على اللي باقي. فاحنا مش المطلوب مننا ان احنا نجمل الاثر، لا، احنا بنحافظ على اللي موجود. هو بيحصل زي تنظيف، يعني تنظيف ميكانيكي بدون ما يضر بالاثر. طيب الحقيقه لو احنا بنتكلم على فكره المراحل اللي بتتم، يعني بعد مرحله التوثيق والكلام ده كله، هل كل قطعه أثرية بتختلف في التعامل معاها عن قطعة أخرى؟ طبعا، لأن حالة كل قطعة بتختلف عن التانية. علشان كده احنا أول ما بنستلم القطعة بعد ما بنعمل لها الدوكمنتيشن لازم بنعمل لها زي سكادة أو اللي هي كونديشن ريبورت، علشان خاطر إن احنا نسجل فيه كل مظاهر التلف اللي احنا شايفينها. فمظاهر التلف دي بتختلف من قطعة لقطعة، فبالتالي طبعا بتختلف الحالة بتاعتها، وبيختلف التايم تيبل اللي هو بياخده ان هو يشتغل فيها. يعني بعض القطع ممكن تاخد اسبوع، وبعض القطع تانية ممكن تاخد 3 شهور. فعلى حسب الحالة بتاعتها. طيب احنا لو بنتكلم في المعامل بشكل عام، يعني احنا في معمل من ضمن المعامل اللي خاصة بمركز الترميم. مظبوط. ايه المعامل الاخرى اللي برضو ليها يعني قدر من الاهمية في عمر الأثر أو عمر القطعة الأثرية، وإن هي تضيف ليها يعني أهمية كبيرة وقيمة كبيرة؟ ماشي، أنا عايز أقول لحضرتك إحنا كل معامل الترميم كلها بتضيف للأثر، وكلها مهمة جدا للأثر، لأن إحنا المعامل في معامل نوعية اللي هي زي اللي هي بتكون ذات طبيعة خاصة زي معمل الأحجار الضخمة، لأن معمل الأحجار الضخمة لازم يكون مزود بأوناش علشان خاطر تشيل الكتل الكبيرة. في عندنا برضو من الوحدات الخاصة اللي هي لها طبيعة خاصة، وعشان كده لوحديها بتكون معمل لوحده، معمل ترميم المومياوات، لأن برضو إحنا علشان المومياوات الملكية اتنقلت كلها عندنا، فعندنا معمل مخصوص للترميم المومياوات. في عندنا معمل
الثالث اللي برضو ذات طبيعة خاصة اللي هو معمل لوحات الزيتية، لأن معمل لوحات الزيتية لازم يكون لي ستاير معينة علشان تقفل الشبابيك أو الإضاءة الطبيعية، علشان خاطر لو إحنا بنعمل تحليل بالألترا فاليوت ولا الإنفراريد فنقدر نستعمل بيها. علاوة على أننا في عندنا معامل كبيرة مجمعة زي معمل العضوي ومعمل غير العضوي. معمل العضوي بيضم ثلاث معامل، النسيج والمخطوطات والأخشاب، ومعمل غير العضوي بيضم ثلاث معامل برضو، المعادن والزجاج والفخار. فكل معمل من المعامل ده مهم جدا لترميم وصيانة الأثار الخاصة به. أستاذ محمد عبد الشافي مدير مركز الترميم والصيانة هنا في المتحف القومي للحضارة، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وعلى كل المعلومات اللي احنا كنا محتاجين ان احنا نقرب منها أكتر عشان نعرف قيمة معامل الترميم الأثرية اللي موجودة هنا في المتحف. شكرا جزيلا. شكرا ليكم، أهلا بكم في أي وقت، وكل سنة وانتم طيبين.